السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم مهندس إبراهيم عبد الله. بهذا المثال بدنا نحل هذا السؤال الرابع من موضوع الإكوليبريم. هذا السؤال من البروبلمز. تمام. هلأ إذا كنت أنت مركز بالفيديوهات السابقة حيكون هذا السؤال بسيط بالنسبة لك، لكن أنا ليش بدي أحل هذا السؤال؟ لأنه ممكن البعض من الطلاب آخر إشي لما يجي يحل حيكون حنصادف إحنا مجهولين بمعادلتين، بس شوي بدهم يعني فيهم فكرة لحتى نحلهم. تمام. يعني في شغلة بس ركزوا معاي فيها. خلينا نحل هذا السؤال. The members of a truss are been connected at joint O. هي عندي جوينت او، بيحكي لك كل هدول الممبرز، ممبرز اوف ترس. الترسات كيف شكلها؟ الترسات، الترس هو لما نيجي ناخذه بالماده لقدام بكمان شابترين ثلاث حناخذ الترس. الترس هو عباره عن مجموعه مثلثات ببعض، تمام، مثل هيك. تمام. الممبرز هدول بنحكي لهم كلهم هاد ممبر هاد ممبر هذا ترس ممبر هذا ترس ممبر، كلهم عباره عن ترس ممبرز. تمام. جميع الممبرز مكونة لمثلثات، يعني بتطلع هون مثلث، بتطلع هون مثلث. تمام. هلأ جميع الجوينتس، شو يعني جوينتس؟ يعني مكان ربط الممبرز بالترس، كلها هاي بن كونكتد. ليش بن كونكتد؟ لأنه بس بدنا ننقل فيها اكسيال لودز بدون اي مومنتس. هاي التفاصيل حنجيها بعدين، اوكي، بس هيك حبيت احكي هالمعلومة على السريع. Determine the magnitude of F1. شو طالب مني؟ طالب مني F1 هاي الفورس and its angle theta هاي for equilibrium. set F2 تساوي 6 كيلو نيوتن. يعني بحكي لي هاي الفورس مش مجهولة، حطها 6 كيلو نيوتن. عندنا هاي الفورس 5 كيلو نيوتن وعندنا هاي الفورس 7 كيلو نيوتن. طيب معناته عندنا مجهولين اللي هي الثيتا والاف 1. طيب خلينا نحلل فورس لمركباتهم. طيب خلينا اول شيء نحلل 5 كيلو نيوتن. حكينا لازم عشان نحلل اي فورس لمركباتها لازم يا اما يعطيني زاويه او يعطيني مثلث زي هيك، مظبوط. طيب نبلش بال 5 كيلو نيوتن، معطيني زاويه. اول شيء عندي 5 كيلو نيوتن مركبة للواي ومركبة للإكس. طيب مركبة الإكس حتكون عبارة عن 5 ضرب كوساين الثلاثين. ليش؟ لأنه حكينا المركبة المجاورة للزاوية نضربها بالكوساين، والمركبة البعيدة عن الزاوية نضربها بالساين. ضرب كوساين الثلاثين، وهون المركبة حتكون عبارة عن 5 ضرب ساين الثلاثين، لأنه هاي المركبة البعيدة عن الزاوية. طيب هون عندنا معطينا الزاوية 70 ديجريز، بس ركز هون 70 ديجريز مع الواي اكسس. تمام. طيب خلينا بس نغير اللون. طيب المركبة على الاكس اكسس طبعا هون عندنا 6 كيلو نيوتن، حتكون عبارة عن 6 ضرب كوساين ولا ساين. هون الزاوية هاي المركبة البعيدة، فبنضرب ضرب ساين السبعين. والمركبة اللي على الواي اكسس حتكون 6 ضرب، هي المركبة القريبة عن الزاوية 70، صح؟ ضرب كوساين السبعين. او انت مثلا بتقدر تحكي هاي الزاوية 70 وهاي الزاوية هون 20، بتصير تضرب كوساين العشرين وساين العشرين، بس احنا بدنا نضلنا على الزاوية اللي حاطين اياها. طيب المركبة للسبعة كيلو نيوتن معطيني مثلث. طيب حيكون عندي هون 7 ضرب طول الضلع الموازي للإكس أكسس اللي هو 4 تقسيم الوتر اللي هو 5، والمركبة على الواي أكسس حتكون عبارة عن 7 ضرب طول الضلع الموازي للواي أكسس 3 تقسيم الوتر اللي هو 5. طيب المركبة الأخيرة، تمام، اللي هي المجاهيل، حيكون في عندي
مركب زي هيك ومركبة زي هيك. على الاكس اكسس حتكون F1 ضرب كوساين الثيتا. ليش؟ لأنه هاي المركبة هي المجاورة للزاوية، هاي المركبة البعيدة عن الزاوية، عشان هيك نضربها ضرب ساين الثيتا، صح؟ طيب هيك حللنا جميع المجاهيل، وحللنا جميع الفورسز سوري للمركبات. هيك انت ما بتهتم الا بالمركبات الموجوده على الاكس والواي اكسس، تمام؟ طيب انا شو هدفي؟ هدفي اوجد الاف 1 ساين ثيتا واف 1 كوساين ثيتا. طب انا عندي مجهولين، مجهول ثيتا ومجهول اف 1، طب معناته بدي معادلتين، صح؟ طيب معناته وين المعادلتين اللي بيلزموني، اللي هو من السميشن اوف اف الاكس يساوي صفر والسميشن اوف اف الواي يساوي صفر. طيب خلينا اول اشي نطبق على سميشن اوف اف الاكس يساوي صفر لليمين بوزيتيف. طب شوفي عندي فورسز على الاكس اكسس، عندي اول اشي ناخذ المجهول تبعنا اللي هو اف 1 كوساين ثيتا، عندي 6 ضرب ساين 70. خلينا عشان ما نضلناش نكتب هاي الارقام، خلينا نوجد قديش 6 ضرب ساين 70. 6 ضرب ساين 70 يساوي، طبعا لانه اتجاهها لليمين بوزيتيف صح، 6 ضرب ساين 70 تساوي 5.64 كيلو نيوتن. طيب على الاكس اكسس عندنا 5 ضرب كوساين 30 اتجاهها للشمال، معناته حتكون نيجاتيف، بس نشوف 5 ضرب كوساين 30 الكالكوليتر تطلع عندي 4.33 اللي هي 5 كوساين 30. طيب وعندي 7 ضرب 4 تقسيم 5 اتجاهها لليسار برضه حتكون نيجاتيف، بس طلعها بالكالكوليتر 7 ضرب 4 تقسيم 5 بيطلع عندي 5.6. طيب ضل عندي فورسز ثانية على الاكس اكسس، لا حطيتهم كلهم صح، يساوي صفر. طيب خلينا نرتب شكل المعادلة، نجمع هدول الارقام مع بعض. 5.64 ناقص 4.33 ناقص 5.6 بصير عندك هدول مجموعهم ماينس 4.29. انقل لي اياه هون، بتصير عندك ال F1 كوساين الثيتا يساوي 4.29، طبعا بتصير بوزيتيف لانه بنقلها للجهة الثانية صح، وهاي المعادلة رقم واحد. طيب المعادلة رقم اثنين من وين نجيبها؟ من summation of F الواي يساوي صفر للأعلى بوزيتيف، طبعا هذا فرض، فيك انت تفرض للاسفل بوزيتيف بس خلص يعني للاعلى بوزيتيف، تمام هذا الكل بفرضها هيك. طيب شوفي عندي فورسز، خلينا نشوف الواي اكسس، شوفي عندي فورسز على الواي اكسس. 5 ضرب ساين 30، 5 ضرب ساين 30 2.5، طب اتجاهه للاعلى معناته حيكون عندي بوزيتيف 2.5 اللي هي هاي 5 ساين 30. طيب زائد ساين كوساين 70، 6 كوساين 70 للأعلى حيكون بوزيتيف. طيب 6 ضرب كوساين 70 قديش؟ حيكون عندي 2.05 صح؟ 2.05. طيب شوفي عندي فورسز كمان، عندي 7 ضرب 3 تقسيم 5، 7 ضرب 3 تقسيم 5 4.2. طب اتجاهها للأسفل معناته حتكون نيجاتيف، طب مقدارها 4.2 بالكالكوليتر طلعناهم. طيب وال F1 ساين ثيتا اتجاهها للأسفل حتكون بالماينس، F1 ساين الثيتا يساوي صفر، ما عندي أي فورسز ثانية، حطيت كل الفورسز. دائما أنت لما تخلص تطبيق معادلة ركز اتأكد انه ما فيش فورس نسيتها، لو في فورس نسيتها خلص غلط حلك كله. طيب خلينا هدول الفورسز خلينا نجمعهم مع بعض، 2.5 زائد 2.05 ناقص 4.2، هذا كله الحكي بيعطيني موجب 0.35،
طيب 0.35 بننقل ال F1 sin ثيتا للجهة الثانية، F1 sin الثيتا تساوي 0.35، لما نقلناها صارت بوزيتيف، وهي بالأصل بوزيتيف، معناته هاي المعادلة رقم 2. طيب صار عندي معادلتين ومجهولين، لكن شوف المجهولين مضروبين ببعض، يعني هذا الموضوع يعني بصعب لك يعني بصعب لك المهمة إنه والله هذا، بس لو إنه نقسم المعادلة رقم 2 على 1، لاحظ هون عندي F1 بتروح مع F1 والساين تقسيم الكوساين بتصير تام، مظبوط؟ طيب نقسم المعادلتين، معادلة رقم 2 F1 ساين ثيتا يساوي 0.35، بدنا نقسمهم مع بعض، معادلة رقم 1 تساوي F1 كوساين الثيتا وعلى 4.29. طيب لاحظ معي F1 بتروح مع F1، ساين الثيتا على كوساين الثيتا بعطيني تان الثيتا، وهذا الرقم بالكالكوليتر 0.35 تقسيم 4.29 يساوي 0.0816. طيب بالكالكوليتر ثيتا تساوي تان انفرس لهذا الرقم، معناته الثيتا شو تساوي؟ بتحط هذا الرقم بعدين شيفت وتان يساوي ثيتا تساوي 4.66 ديجريز، يعني ثيتا كثير صغيرة، تمام؟ وهذا شيء منطقي لأنه لاحظ عندك ال F1 كوساين ثيتا قديش قيمتها 4.29، وقديش قيمة ال F1 ساين الثيتا 0.35، معناته الفورس عاملة زي هيك لأنه أغلب الفورس رايحة للإكس أكسس وهون على الواي أكسس 0.35 بس. anyway طيب طلعت الثيتا، معناته بقدر أطلع ال F1. ال F1 كيف بطلعها؟ بتعوض لك بأي معادلة، نعوض بمعادلة واحد مثلا. طيب معادلة واحد إن نعوض F1 F1 ضرب كوساين 4.66 يساوي 4.29. طيب اقسم هاي 4.29 اقسمها على الكوساين تعطيني F1 4.29 تقسيم كوساين 4.66 F1 تساوي 4.3 0.04 كيلو نيوتن، تمام؟ طيب هيك بنكون طلعنا ال F1 وطلعنا الثيتا اللي هم المطلوبين بالسؤال. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، كالعادة الطلب المعتاد إعجاب بالفيديو وشاركوا يعني سلسلة الاستاتيكس مع زملائكم. أشوفكم بالفيديو الجاي ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم.